من جديد نحييكم في الجزء الثالث والاخير من برنامج احكي بان، والحديث عن جمعيه طهران. اي نعم، الحديث عن القسم الثاني هوات. اي نعم، الحديث عن نتائج ما تعلق بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اي نعم، ولكن رضا ماتام ومصطفى وائل في الكواليس كلم لي مصطفى وائل على كرون ميسيو في الفوتبول الجيراني هو عمر بوديسا، قول له ربي يطول لك فيها مرك. امين ان شاء الله. كي كانت النهد صارت له قصه مع لاعبين، واش قلت لي مصطفى احكي لي القصه باسكو عمر بوديسا نحييه. نحييك ونقول لك ربي يطول لك في عمرك. لا باش نشوف لا بسيكولو، يعني بسيكولوجي تاع بسيكولوجي تاع المدرب. صحيح. هو كان دي تي اس في النهد. لعبوا لي كادي مع فريق واحد اخر. وخسروا. كي خسروا دخلوا الفيستير يبكيو. شوف كيفاش دخل هو مع دخل صابهم كامل يبكيو. قالوا مش بكم تبكيو، واش كاين؟ شغل قالوا خسرتوا نورمال، قالوا كي تكبروا تربحوهم سينيور، قالوا لونغاج هذا ما كان سكتوا كامل بالبكاء. بارك الله في الحياه بالمناسبه. شوف كمال في تهديدات شوف نتكلموا على الفئات الصغرى يعني في عجاله كمال سنعطوا الحق. اتدري ان في الفئات الصغرى هناك تدريبات وفي المقابله هناك تطبيق تاع التدريبات، باغ اكزومبل ديزيكزيرسيور سونتر وذاك الناس المدربين اللي يكونوا رام يحسبوا سور كالبا باغ اكزومبل سي اون في ان اكزرسيس سور سونتر كومبيان دو سونتر راك درت اليوم لازم عدد هذاك يديرها. نوليو لهذا التهديدات هذا. اتدري يا كمال انا هناك مدير فني والله شفت الميساج تاع ما نقولش اني دي ماناجير سي دي فويو اقسم بالله كمال يدير له تهديدات يقول له انا الفريق هذا كنت نجيب له لاعبين انا كنت نجيب له لاعبين وجبت له لاعبين ودرت لاعبين كيفاش السنه ما قبلتش اللاعبين اللي راني نجيبهم لك. صح. شوف وين ولينا يعني سي دي مناص لدي تي اس هذاك باش يجيب اللاعبين هذو الامور هذه. والله انا نطلب من الدوله الجزائريه رانا عيينا من هذ الناس هذو لازم هناك تحقيق لعينا نسقموا يعني هذا مصير تاع اولادنا مصير تاع الشبان لعينا نسقموا هذا الكره لازم تكون هناك تحقيقات في هذا السماسره انا نسميهم سي دي فويو فهمتني اللي جاوا للكره الجزائر لان كثره الاموال كمال هي اللي جابتهم. لو غدا يعني نحيوا الاموال نديروا يعني ما نقولوش نحيوا الاموال كافه. صحيح. ولكن نديروا لا مويان نديروا تيديك والله رايحين يروحوا كمال الى جمعيه طهران. سيد مهدي ابراهيمي رئيس فريق جمعيه طهران نتمنى كل التوفيق ان شاء الله في مهامك ولو انه هزيمه اليوم واش قلنا اليوم هزيمه اليوم ضد بن عكنون يعني شو صدف نجم بن عكنون سجل معركه القبه عدل في نفس التوقيت تسجيل اليوم الهدف الوعيد واش سمعت التصريحات تاعك في القناه والله ماشي في نفس رئيس اما فريق محترم هو رائد رئيس فريق تاع شكون والله لا ادري لما تعتقد رئيس رابطه مش له رئيس رابطه هو خلاص بالطبع كيفاش يقولوا اللاعب حميده لاعب حميده ورد الشباب علاش ديوا جيت المناصب هذا امر بالطبع كباب بالطبع لك عده امور لازم تتعالج في الكره الجزائريه يعني في عده امور لازم تتعالج في الكره الجزائريه بالقوانين شكون بريزيدون ليك بريزيدون كلوب ما تقدرش كمال ما تقدرش يعني فهمتك عندك ميله للفريق عندك ميله لهذيك رايحين يكلموك حكام رايحين هذيك راح تساعد الفريق تاعك بالطبع وهذا شيء طبيعي. سيد ابراهيم انا نظن باللي الامور وراهم عاشوها الفريق كامل كل ماتش تاع اليوم مباراه مباشره للاهداف طلعت صح جيتي فريمون ابوتي كي انا كي لونتيان كي الجوار مي عطيتهم يعني عطيتهم اون لوسون كان فو اوبليي باسكو اللي صرا اليوم مهزله وكارثه مهزله للتحكيم ومهزله لكره القدم الجزائريه. اليوم اللي نقولوه اليوم شفنا رائد القبه مع رائد القبه مع مع بن عكنون الحكم يديف سبع دقائق وهو يلجا الى اكثر من سبع دقائق ولا تقريبا المهم فات. اليوم اللي شفته انا اليوم جمعيه طهران بن عكنون شهدت يعني تو الموند اللي كانوا في البنك وكانوا لاسيستون كان يدير دو مينوت يزيد يقول له طلع دير سي مينوت وين رانا رايحين؟ يعني تربح دراع تطلع معليش العب بالبوله وربح وطلع ما كانش مشكل لكن من الاساليب كفانا من الاساليب هاد الاساليب رانا نعيشوها والضغط كبير علاش اليوم التحكيم اليوم نقولها ونعاودها حتى قلت لك دوزيام اربيت الكاتريم اربيت كان في لا توش يهضر مع اللاعب تاعي يقول لها العب تدخل اربيتي يدير دو اربيت دو سون تدخل اربيتري سي با نورمال اليوم اللي صرا اليوم هضرت تكلمت ونتكلمها
لازم يكون خبراء يشوفوا يعاودوا يشوفوا المقابله تاع القبه ويشوفوا المقابله تاع جمعيه وهران. من غير معقول في الدقائق الاخيره اللي ممكن ما تكونش هذيك الدقائق الاخيره يزيد يعني سبحان الله العظيم. نعطيك كمال والله درني في البريمير ميتون زاد 2 مينوت لاكسيون تاعنا تاع 2 مينوت حنا في الكاري باغي يسدد في الكاري سيف لها صرات في ريال مدريد التحكيم عقبوه يتعاقب. هذا المباراة تاع اليوم نعم مين تكلمت معاه قال لي البوله عند الكره عند اللاعب تاع جمعيه وهران اللي كمل لاكسيون لا في نقول لك في الكاري سبحان الله العظيم فيلم ريال مدريد صرات ريال مدريد تعاقب علاش ما تعاقبش؟ في كل مقابلات كمال هناك امور اللي راهي تحدث غير رياضيه تماما وما تعجبش بنزاع لي ماتش تاع ناسيونال ديو اسمع لي لي ماتش تاع ناسيونال ديو ماشي كيما زمان كانوا دي ماتش تيليفيزي كنا نشوفوا دي بون ماتش كانت فرصه مي كاين لا بلاتفورم شكون الناس كاع تعرف تشوف هكذا في تليفون نو لي ماتش تيليفيزي سي ان اوتر ان اوتر ديمونسيون للماتش مصطفى هذا ثاني ان اوتر فينومان صح احنا كعائله ما نتكلموش عن ناسيونال دو ما كاش الفار في ناسيونال دو اي سا سي با جوست واحد اي سومان كومبلي اسبوع كامل هو يعمل شامبيون ناسيونال تفضل افتح برك قوس علاش معليش انا نتكلم طرح تساؤلات نتكلم عن رابطه ثانيه برك شو صاير في ما نهضرش برك شو صاير في تروازيام ديفيزيون خلي الشيخ يكمل الاخوه عندهم من حقي ندير طالب باش يعينوا لي اربيت انترناسيونال مثل مقابلات من هذه راهم في البوديوم كيما حنا من حقي كيفاش ندير طالب تقول راسلو نراسلو لكن ما تاخذش بعين الاعتبار كل طلبه علاش ما الطلب تاعي ما تاخذش بعين الاعتبار لازم اخذ بعين الاعتبار بالطبع راسلته هو حتى هل ستحتج اليوم على مباراه اليوم على نحتاج انا بال 100% كاع ما احتاج بالطبع نحتاج حتى اللاعبين والله شافوني عندي لاعبين عندي سبع لاعبين 2003 سبع لاعبين كاين لاعبين كانوا في ليكيب ناسيونال اوتر كنا تكون مع الفئه الشبانيه عندي اربعه ثلاث لاعبين كانوا في الايفا عندي شرشو كان في امسيا وكان يلعب في الكلمه في ليكيب ناسيونال فريفر فريفر لاعب ممتاز عندنا بولعيد بن بولعيد بن بولعيد لاعب ممتاز هادو كل لاعبين انك تشوف شبان اخرين والله العظيم عندك ايضا خليني نقول لك مدرب اكتشاف البطوله جبتو مدرب ما شاء الله لا والله صراحه انسان جاي تكلم باسم الله يعني المدرب هذا احمد العماره احمد العماره اللي متواجد في عايش في بلجيكا في بلجيكا او تجربه له مع جمعيه وهران نعم هو عنده شعور المدرب من خلال تصريحاته مصطفى ولاعب تاع جمعيه وهران عنده ليافا عنده ليافا برو مدرب كبير عنده ليافا برو وتشوف ظاهره ايضا تشوف انت مدرب قاد في فريق ودي وتكونتاكتيه فريق اول من المحترف الاول يحوس يدي لك شوف العقليه تاعنا وين ولات احنا المهم شنو نقول اليوم لازم نقول اليوم احنا يجب اعاده يعني نقولوا يفو ريفوار يعني عودوا الان بارك الله فيك جمعيه وهران احنا ما نشطلبوش انا اليوم قلت لهم اليوم انا اربيتي كوريكتومون خلاص نخرجوا من المباراه تاع دي نخرجوا من التحكيم ان شاء الله ديروا الاجراءات تاعكم ان شاء الله ويكون رد ايجابي من طرف هيئه ابي تشرف الى جمعيه وهران اذا الامكانيات اليوم فرق قسم ثاني سمع راهو سبونسور فلان الشركه الفلانيه الفريق العلانيه في لازم سي با لو كا مع في وهران ما نشوف باللي بزاف دي سبونسور ما كاش سبونسور ما كاش مسكون الله يخاف على السلطات المحليه برك على السلطات المحليه وعلى السيد الوالد راه يدعم وراه باغي يعني فريمون اسكو هاد ليكيب فريق جمعيه وهران يولي في امجاد يعني كيما كان يعني ونشكره من هذا المنبر اللي قام به في قلت لك في وهران في خمس فيما يخص كرة القدم تاع مدية وهران وجمعية وهران يعني راه يعني داري لا دوني افون وانا يعني نقول احنا نجم نقول ما راجل دولة بامتياز راجل دولة بامتياز يعرف كيفاش يسير الحمد لله يا ربي احنا راه عطانا اعادة مالية لازم لكن هذا غير كافي احنا عطينا وحطينا طلبات مثل الفرق اخرى اللي تحصلوا على لي سبونسور وليمام كيما نقول ليمام سوسيتي حطينا طلبات حطينا في سوناتراك حطينا في لي زوتر سوسيتي تاني بيبليك احنا ننتظروا لحد الان المهم كاين وعود من هذه المؤسسات ما ردوش علينا للاسف احنا الان نقولها نعاودها فيه كاين انا يعني نعاون بكل مدى ما لدي ودخلتنا الا يعني السلطات المحليه سيد الولي عطانا اعلام ماليه الاسبوع الماضي رانا يعني نمشوا يعني المنطقه الصناعيه الصناعيين هل يلعبوا الفريق في بعض المباريات في المنح في الديبلاسمون تاعكم؟ لا 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 المنح نقول لك المنح والصالة دي جوار احنا اللي صبينا فيما يخص صالة دي جوار احنا كاداره
والمنح احنا ايضا لي سبونسور اون كيما قال لك اون ريان سي من عند لي سبونسور ان شاء الله بالك الايامات الجايه ان شاء الله يكون فيها صفا واحد معاناة كبيرة يعني الفرق تاع خاصة الوست ما في الشرق يعني في رابطة ثانية سي معاناة كبيرة صح يعني كاين ربما فريقين أو ثلاث يعني اللي يمثلوا ولاية ولا أو يمثل ولاية وما عندوش إمكانيات مصطفى بار الوالي الله يدعم فيهم ما فهمتنيش تفضل ماشي كيما تيارت مثلا فريق وحده صحيت معسكر الغالي وحده فهمتني تلمسان الوات اكسيتي لازمو كاين كاين لامسي و اكسيتي ماشي علاش ليك اون وكاين لازم نقدر وي في العاصمه الثانيه مش... كاين لامسي كاين سي ار بي كاين ليجما كاين الحراش كاين الحراش ذات ذات القبه ذات يعني وي نو ماشي نتكلم على هذا الشيء ما فهمتش مش ما يكونش يعني هذا ماشي هذا ليكيليب ريجونال التوازن الجهوي احنا وهران وهذا سان كرون كلوب جمعيه وهران راه فريق كبير فروغ منو بيان سور كرون كلوب احنا لازم يعني كيما تعاون هذا المدارس احنا ما راش نحزوا فيهم والله لكن واحد يهضر كلمه حق عاونت الحراش وعاونت السي ار بي عاونت القبه بصحتهم لكن ثاني وبن عكنون والاخرين البيار ايضا لكن احنا عندنا ثاني جمعيه وهران بيان سور انا ما عنديش مشكل في هذه كامل شيخ بيان سور تاريخ ثاني يا سيدي تاريخ ثاني بالطبع بالطبع هذاك اللوغو تاع لازم ثاني يسوى يا ناس ماهوش كان بوبيليز لازم تسوى هذاك بارك الله فيك يسوى يسوى انا نعرف ليستوار تاع احمد زبانا بارك الله فيك الله يرحمه سي ليستوار تتكلم يا ناس ربي يرحمهم شي فرق مجاريه كان فرق مجاريه عندها دعم اللي يتكلم عليها فرق عريقه وكبيره ومدارس كرويه عريقه بصح كاين فرق واحده اخرى مجاريه عندها سبونسور وعندها دعم كيسا سي با جوست ري دام تاعما والله انا نظن حسب رايي لازم تكون هناك لجنه باش يعني تقرا كل ما هو صاري في هذا الفئات لان نقولوها بالعاميه انت درت خير الخير تم الخير تاعك في كل فرق وفرق ولكن هذه لازم تكون لجنه هي اللي تدرس كل مواضيع تاع هذا الفرق لان هناك فرق في الدرجه الثانيه ثاني محتاجين لهذا السبونسور تقدر تقدر انا نظن مصطفى تقدر تعالج جيد هذا مصطفى مش على الرئيس عندك اسئله مصطفى مش عندك اسئله كاين مشكل واحد اخر مرتبط بالرابطه الثانيه اللاعبين ولا المدربين بون يعني ما ربما ما عندوش علاقه خاصه بجمعيه وهران باش نقول لك باللي يعني الاتحاديه بصفه عامه سامحه في سامحه في الرابطه الثانيه بار اكزومبل وتطوير الكره يبدا من هذه الفرق شوف يعني كاين سامحني كاين ايبوكريزي كبيره في الفوتبول الجزائري يعني هذه الرابطه الثانيه تسمى الرابطه الثانيه الهوات مي ماهمش هوات سيدي بروفيسيونيل مصطفى في السابق انتقدنا قلنا راه رواد دار 32 فريق محترف ديون ومشاكل ما فهمش يكون ايكيليبري مصطفى تفضل ما عنديش قلت لك هذه سقيولها لا ليغ ناسيونال دو فوتبول اماتور مي سي با دي اماتور سي با دي اماتور هادو كامل سي دي بروفيسيونيل كامل يخلصوا كاع عنده اربع شهور ابوس وكاين المشكل الكبير سي كو جوار تاع لازمو ولا تاع تي موشنت ولا تاع تيارت ولا تاع رويس كيكون اسمح لي معليش تفضل كي يكون عنده مشكل ماشي كيما لا ليغ 1 يروح للسي ار ال باش يدي دراهم فهمتك حبيت نقول لك باللي الاتحاديه غير محمي قانونيا فوالا الاتحاديه سمحت في الرابطه الثانيه بارك الله فيك هذه النقطه جد مهمه الديون اللي كاين ديون في فرق جمعيه وهران لقيتوا ديون بالطبع كاين عطينا الرقم اللي كانت فيه امكانيه تقريبا ما نعرفش انا الان راه عندي الكومونيكي صديق كاع لي فورنيسور اللي راهم يسالوا جمعيه وهران يتفضلوا باش يشوف وما باش تكون عندها اون ايدي بور لا سوم راه كاين بالطبع كاين ديون كثيره حنا دوك الان حتى الاعانات ولا لي سبونسور يدخلوا للكونت تاعنا نخافوا يكونوا هنا اكزات ايدي يعني بلوك باسكو كاين جوار ايزون لو سيلر شاك العام اللي فات وما خلصوش داو شهر واحد ما خلصوش كاين لي زونترينر كيف كيف دروك هذه يعني عبء كبير بالنسبه لجمعيه وهران حنا اضطرينا باش نجيروا يعني نسير هذه المرحله بكل يعني اريحيه لكن اللي يهمنا اليوم هو يعني نقول تكلم الاخ مصطفى على العقود صح سيفري بور باش تحمي ثاني اللاعب لازم ثاني ايضا لازم تحمي الفريق انت يخرج لك ان جوار وتلونسيه وتعطيه لا شونس تاعه وراه معك لا سيزون وغدوه يروح لك
باطل ان كونتاكت يروح لك عادي كي شغل سي صح حنا اوني با كيما الكوبر ثاني ثاني لازم يكون تفكير في خاص في دار كره القدم فيما يخص هذه عقود اللاعبين يدوا حقهم بالطبع ولكن حتى الفريق يكون عنده حق ايضا نقول اليوم احنا جمعيه وهران فيها ديون بالطبع لان سنوات اللي فاتت احنا بغاو سيزونا باش يكون على بالك سيزونا حتى مقر النادي لولا نقول لك حاجه ليش نقول احنا نقول ماشي الولي نبغيه ولا الولي يعني نقولوها بصبع رجله يعني واقف انا تبعت اسمعني تبعت انا سعيود واش دار قضيه مديه طهران كيف جاب الرؤساء السابقين وكيفاش اجبرهم على الامضاء لانه كان الفريق في اونوطاج تدرك باللي صح رجل دولة بامتياز انا كلمه الحق نقولها لما انتقد ولكن كلمه الحق في الرجل اللي يجب ان تقال في حق نيسون في هذه النقطه تفضل بالطبع لازم كلمه الحق نقولوا وثاني كل محسن نقول احسنت احنا نقولوا باللي شادر في مده وهران انا كنت منتخب وممثل الشعب ما كنتش وصلت قلت لسيد الوالي محال يعني مده وهران تتحرر من هذه العصابه تفكرك والحمد لله يعني انا قطعنا الياس كما قطعوا كاع جميع الانصار تاع مده وهران لكن عزم وراح حتى اخر الاخر لوبجيكتيف تاع الفريق بكل صراحه بناء فريق تنافسي ولا تلعب بالطبع حنا قلنا نلعبوا لو مانتيان اون اسيغ لو مانتيان تاعنا لو بلو تو بوسيبل في لالي ومن بعد في لالي نشوفوا حنايا كيما يقول لك ابخي لالي نشوفوا لي موان فينونسي تاع ليكيب ونشوفوا الوسائل اللي عندنا وان شاء الله تكون يعني اضواء في الاخرى في مرحله الاياب بغيت نتكلم لك فقط على الفئه الشبانية فيها مصروف كبير سي كمال ايوا اللي هو كيما نقول لك لي زيسبور تاعنا اللي ثاني لي زيسبور نجيبهم لافي نبيتهم في لوتيل ترونسبور تاعهم والغدوه من ذاك يروح اليوم حنا اضطريت كيما اليوم جمعيت وغنلعبوا نهار ثلاثة مع فريق قبه خليتهم هنا يقعدوا هاد الخمس سانك جور من دوك من البارح حتى نهار ثلاثة يترينوا هنا وعندهم الايواء تاعهم اللي بيرجمو في ان اوتيل ريسبكتي ومحترم هادو كل يعني مصاريف حتى فريق الرديف هذا لي زيسبور حتى نقول فرق شبانية راهم عندهم لي ديبلاسمون فير لي زوطو ولا بعاد جيت اوبليجي كيما لي او 19 الى غيولو كان غير في غليزان ولا في تلمسان اللي زعما مسافة قريبة لكن كنا تحلوا على تحديد توقيت المباراة على 9 تاع الصباح تاع لي جينيو تاع او 19 الى اوبليجي باش يروح يبات تخرج على 5 تاع الصباح 9 ما لعبناش على 9 لو كنا نلعبوا اون نوفر دي مات هذا سان اسبي سان اسبي تلعب على 9 تاع الصباح باش تبيري التيران 3 جيت مصطفى رضا شنو يكون التدوير في والله انا واش يعني المعاناه اللي راهم راني في هذا الفرق عده فرق يعني حتى في الشرق وفي الغرب نظن اني قلت لك كمال لازم تكون هناك لجنه اللي تشوفها باش تدرس هذا كل هذا الامور هذا باش يكونوا في ارتياحيه لان رئيس فريق راهو من المستحيل انا نقولها لك ونقولها له فاس فاس باش يخمم على تكوين اللاعبين لان شوف ضغط الانصار هو في الاكابر صح. لازم تكون عندك دو ريكروتمون ميور جوار لازمك نلعبوا على الصعود لازم كل هذه الاشياء هذه وهذه هي اللي ما تخليكش باش اني مصطفى واحد يعني تخمم على التكوين يعني رئيس النادي سي دوماج كيقول لي انا يا مناصر يقول لي لازم نلعبوا على الصعود مثلا نتكلموا على جمعيه وهران انا رئيس نادي نقول له اسمح لي العام اللي فات سلكنا بشعره باش ما نطيحوش هذا العام حبيت تطلع اصبروا مو عامين ثلاث سنين ولا نكونوا في عريق باسكو المناصر هذا يفهم ما تقوليش مناصر المناصرين يفهموا يفو جوست سافوار لور اكسبليكيز نعرفوا كيفاش نفسروا لهم الامور الفريق راح يطيح العام اللي فات راح يطيح ربما وقيله في لا ديرنيير جورني في لا ديرنيير جورني باسلك هذا العام تحوس تلعب الطلعه نو يفو تات ريزونابل جمعيه وهران عنده تاريخ عنده كاش يقولوا فلاديان تاعو هويه عنده لا فورماسيون عنده لا فورمي دو تري تري غران جوار يفو دير لا فيريتي دونك انا نقول فريق كيما هذا انا بالنسبه لي بون الا كان طلعوا هذا العام الله يسهل يعني غرون بيان لور فاس سوف كو انا بالنسبه لي فريق كيما يتبنى فريق يتبنى صعود ما سي با ان دوكري قال هذا العام يطلع فلان انا بالنسبه لي فريق كيما هذا يتخدم بالعقل دون دو زون تروا زون يقدر يطلع باش ما يوليش يحبط في العام هذا الذي نتمنى لا تعطي لي جدول نتائج مباراه
الرابطة الأولى المحترفة الأولى لكرة القدم. وجدوا الترتيب يا وليد يا مرجاوي بتعلق طبعا بالمباراة التي لعبت اليوم، عرفت فوز اتحاد خنشلة في الرمق الأخير من أمم المباراة ضد اتحاد ضد شباب قسنطينة الرائد بهدف مقابل لا شيء، فوز أيضا مولودية الجزائر خارج ديار أمام مولودية البيض هدف مقابل لا شيء، وفوز أولمبياق بو في مباراة مثيرة أمام مولودية طهران بثلاث أهداف مقابل هدف، وعاد خروج لاعبين بالبطاقتين الحمراوين من جانب مولودية طهران كروم وأيضا العربي، ولعب أيضا من جانب فريق أقبو الذي سجل هدفان في الوقت بدل الضائع. غدا نجم مقرى ترجي مستغانم اتحاد بكرة جبل شلف اتحاد العاصمة شباب الثورة شباب بلوزداد شباب قبل الفاق ستيف أتليتيك بارادو اللقاءات مؤجلة. إلى القسم الثاني هوات لو تعطيني الجدول أيضا ما تعلق المجموعة الشرقية، الاتحاد السوفي هدفان جمعية خروب أربعة أهداف، إلى شلومة صفر اتحاد خميس خشنة مفاجأة بقيادة عبد النور بوصبيعة فاز هدف مقابل شيء، اتحاد عنابة هدف بفضل عن طريق ضربة جزاء هشام خطاع ضد شبيبة جيجل، شباب برج جملان وضيع صعبة من شباب هدف في كل شبكة، مستقبل الرويسات الرائد فاز على نادي تلاغمة بهدف مقابل شيء، مولودية باتلة هدفان اتحاد ورقلة صفر، مولودية قسنطينة أولمبي مقرن اتحاد حراج اتحاد شوية، المباراتان ستلعبان غدا بحول الله. إلى الجهة الغربية يا وليد يا مرجاوي يا أليس أيضا ما تعلق بمباراة اليوم، شبع تيموشن صفر اتحاد الأبيار هدف، رائد قبة هدفان مولودية سعيدة صفر، نجم بن أكنون هدف جمعية طهران صفر، غالي معسكر هدفان نصر حسين داود إصابة مصطفى وائل صفر، وداد مستغانم نجم القليعة مستقبل واتسلي أمل الأربعاء شباب التيار اتحاد بشار الجديد شباب مشرية صفا الخميس، اللقاءات ستلعب غدا طبعا ما تعلق بهذه المباراة. وضيع صعبة النصرية مصطفى شي مليون شي مليون شي مليون فهم مع كاين يعني دفع جديد في الفريق وتنصيب كريم زاوي على العارضة الفنية نظن ان شاء الله يعني الفارو دريسي لا بار يعاود يرد يعني يعاود يرد يعني الفريق النتائج الايجابيه. شكون ترشح مصطفى وعد في الجهه الغربيه قبل ما نروح الجهه الشرقيه مع عريضة ماتم اللي يلعب على الصعود؟ يلعب على الصعود على ورقه الصعود خمس اربعة فرق في فريقين في الغرب في الغرب جهه الغرب بون بن عكنون باسكو هو من الاولين تيارت ماسكارا وسي رايد القبة تشيكا رايد القبة وجمعية وهران انا بالنسبة لي هادوما اللي هادوما وربما شبيبة الابيار قد يكون حصان الاسود تاع البطولة تأكدوا من كلامي شبيبة الابيار قد يكون هو الحصان الاسود في الجهة الغربية الجهة الشرقية رضا متام من تراه سيلعب صوت ثلاث فرق اربعة فرق والله ثلاث فرق, فرق راهم يعني في ما يديروش يعني سي با يا با ان غرون تيكار يعني الناس راهم ما زالت البطوله يعني ما زالت البطوله نظن باللي فهمتني كل الفرق يعني اللي من المرتبه الخامسه وثلاثه هما دايرين على ان شاء الله ان شاء الله تكون يعني النزاهه فقط ان شاء الله ما تلقى بجمعية وهران السؤال بقى بالاخير اكو تفكروا تستضيفوا في ملعب لودات في مثلا او في زبانة هاد السنة؟ هاد السنة لا لا باقل هو الملعب باقل حتى الأنصار هما كنت حاب يعني كنت حاب أنا يعني بداية السنة في لا سيزون ديبي سيزون كنا حابين في 19 جوان ملعب أحمد زبارة لكن المناصرين حبوا يكونوا باقل لكن بصح يكون ربما من شهر مارس يكون الاستقبال في في احمد زبانه انا راح فريمون باشغال باقل السيد الوالي راح عطى تعليمات باش يكون ترميم ويكون يعني ترميم في مستوى ان شاء الله وهذا لتطلعات يعني الفريق نداءك للانصار ونداءك ايضا للصناعيين للمستثمرين باش يدعموا فريق جمعيه وهران واش يقدر يقول رئيس فريق جمعيه وهران لكل هؤلاء ان شاء الله نقول احنا فيما يخص السبونسور بول ليزاندستريال الصناعيين وحتى الشركات الكبيره الملتي ناسيونال اللي عندنا يساعدوا هذا الفريق جمعيه وهران لان فريمون راها في امس حاجه الى وسائل ماليه حتى يكون يعني الباركور تاعنا او كور دي لا سيزون هذه يكون ممتاز ويشرف ولايه وهران ويشرف يعني هذا الفريق ان شاء الله كالي وعدونا ان شاء الله يوفوا بعدها الوعد تاعهم ان شاء الله فيما يخص اليوم مناصرين نشكرهم اليوم اللي تنقلوا بقوه اليوم ما كنتش ننتظر يعني المناصرين اليوم يكونوا حاضرين حضروا ونتاسف على النتيجه تاع اليوم ان شاء الله نخلفوها لهم في المقابلات الجايه ان شاء الله نعم احنا باش نقولها كلمه حق انصار جمعيه وهران وفيين
سي مصطفى ما دوموندوليش باش نلعب على لاكسيسيون هذا العام، كانوا يقولوا لي غير المانتيا، حنا اون في نوتر بوسيبل ان شاء الله بور اسوري المانتيا وبعد يكون فيها كلام. هذه بالتوفيق لك السيد محمد ابراهيم، بارك الله فيك، جمعيه وهران شرفتنا، بارك الله فيك. والله اللي ماني فرحان تكلمت على هذه الفرق العريقه في كل مره، جمعيه وهران، مولديه قسنطينه، نتمنى يكونوا ضيوف من هذا المستوى باش يكونوا حاضرين معي طبعا في هذا البرنامج اتحاد بلعباس، والقائمه قد تطول لذكر انديه كبيره. وعليكم مصطفى، والكلمه ختاميا انا نقول لك طولت العمر الام تاعك، الله يسلمك، ربي يطول في عمرك ان شاء الله، يطول في عمر يما وكل امهات اللي راهم يشوفوا فينا وضيوف هذا العدد. مصطفى الله يسلمك، يعطيك الصحه. اون في ايميسيون مليحه، انا سي لا بروميير فوا نتكلموا يعني. متواضع مصطفى ما نجاملوش بصح والله غير المستوى. والله يبارك، الله يبارك، بيان سور. حبيت برك نحيي سالي عليك، على كل حال جمال توفق. سيدي يسلم عليه المدير استاذنا، يسال انفو سبور، جريده انفو سبور. نعم يسال عليك ونحييوه من المنبر ان شاء الله. اي درت مصطفى بيبليكاسيون كيما مع تشيرا مع راي، شفت هذيك لا شونسون تاع خوليو اغليسياس صح، كتبت لك انا اه مع راي هذيك لا فوتو بعد هيستوريك هذه الشك مو ندير لا فوتو تاعي مع راي. الله يغفر لي موني دون، الحمد لله تلاقيت بها رضا ماتر الله يكتب فيها غوش وملك زرقان بدروات. والله عشنا سمانة هذه سمانة حزينة أخ كمال، ضيعنا زوج إخوة، أنا نظن باللي فهمت مات تاع الأخ كاين رشيد مخلوفي رحمه الله، الله يرحمه، وخاصة من عائلتي يعني يحيى شريف، يحيى شريف حبيب ويحيى شريف سليم، اللي يعني نعزي العائلة كاملة. وشكرا. شكرا لك رضا. في الأخير أخويا محمد مزياني أخ الأكبر الأسطورة الحراشية بلاتيني الحراشة وبلاتيني الكرة الجزائرية عبد القادر مزياني، محمد مزياني دير إهداء وصحابه لعائلة بيكا في زديات، طفل اسمه على بركة الله سمي يحيى، مولود جديد إن شاء الله يتربى فيه، سكون مع عائلة بيكا. تحية خويا فتح عون أم بإذاعة الجزائرية لزوج أمس والأب تاعو زيبرا وبالكاليتوس، وتحية لخويا مناعي لونسيان جوار تاع الإذاعة الوطنية وابنه أيمن، تحية لوليد مرجاوي المشرف على هذا العدد، عمي بوعلام ربي يطول في عمرك أب مرجاوي مناصر ليوسما درجي، تحية لأنيس المخرج عبد الغفار أبدعته وأمتعته بصور رائعه في حصه اليوم، كل هذا الطاقم هذا الوجوه النيره اسماعيل اضافه لاغيلاز وايضا مروان في هندسه الصوت ومريم في سكريبت ابداوا في اخراج هذا العدد، وجماعه الموقع تاعنا الزملاء في الموقع تاع قناه بينا نقول لكم برافو على العمل الجبار اللي قمتم به. ليله سعيده في امان الله. نفسي رضا.